مع دخول فصل الصيف يتسابق الناس إلى الاستمتاع بارتياد برك وحمامات السباحة في أجواء عائلية حميمة. نعم صالح، لكن هذه الرحلات لابد أن تتسم بالسلامة والأمان للاستمتاع بها، لذلك حثت إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية على اتباع وسائل السلامة في ذلك. تزامنا مع دخول موسم الصيف والذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على ارتياد برك السباحة وحرصا على حماية وتعزيز السلامة لدى الجميع، أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة توعوية تتعلق بالسبل الآمنة والتي من شأنها توفير السلامة لجميع مرتادي برك السباحة في كافة محافظات المملكة. تأتي هذه الحملة من ضمن سلسلة حملات تقوم بالإدارة العامة للدفاع المدني بغرض توعية المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وزرنا مؤخرا عدم البرك ولقينا المرتادين وحاولنا نقدم لهم بعض الارشادات ونقدم لهم بعض الهدايا التذكاريه اللي تخص في سلامتهم مثل طفايات الحريق واجهزه كاشف الدخان بالاضافه الى فحص البركه، وتستمر الحمله حتى نهايه هذا الشهر. نتمنى ان تكون هاي الموسم الصيف خالي من اي اصابات ومن اي حوادث غرق لا سمح الله. تهدف هذه الحمله التوعويه الى رفع مستوى الوعي لدى المرتادين وحثهم على اتباع الاحتياطات والإرشادات الوقائية للحفاظ على سلامتهم، وكذلك حث المؤجرين على توفير جميع مستلزمات السلامة وعمل الصيانة لبرك السباحة بشكل دوري بما يضمن السلامة للجميع. أول شيء تقدم الطلب في البلديات وتكون عندك أول شيء الأرض هي مصرحة أنها تكون برك السباحة، من ثم يعطونك الأوراق حق توديها حق السجل التجاري والدفاع، إدارة الدفاع المدني. إدارة الدفاع المدني جدا متعاونة من كل النواحي، أول شيء من إرشادك في بالسلامة والإجراءات السلامة كلها يعني يعطونك إياها من البداية، وعقب ما تخلص يجون يفحصون المكان بالأشياء اللي أعطوك إياها كلها، يعني ما شاء الله جدا متعاونين يعني إدارة الدفاع المدني. كما نظمت إدارة الدفاع المدني برنامجا تضمن تنظيم زيارات ميدانية لبرك السباحة لتوعية مرتادي هذه البرك بمتطلبات السلامة والتأكد من توفر كافة الأجهزة ومعدات الإنقاذ. أول شيء لازم تكون عودة واحتياطات السلامة فيها، الصيدلية، صندوق الإسعافات الأولية، المرافق لازم تكون نظيفة وتصلح حق الاستخدام يعني. خصوصا الأمهات والأولياء الأمور يقرون دائما الإرشادات. أحب أن يكون في البرشة سباحات سلامة ونقاز. هذا وتواصل إدارة الدفاع المدني الحملة التوعوية إلى نهاية الشهر الجاري من خلال المتابعات الحثيثة من كافة أفرادها.